اهلا بكم من جديد. الاغنيه دي خد بالك على شرفك. طب وليه؟ طبعا طبعا. ده الكلام اللي لازم يتقال. يعني في كلام تاني لازم يتقال. انت تعالى تكسب افريقيا دي لازم كل لعيب يتحط قدام مسؤولياته. حلو. فرحه الماتش خلصت. ايوه. لازم يبقى التارجت بتاعك تعالى نكسب افريقيا. ايه الكلام التاني اللي لازم يتقال؟ كابتن حمد عبد الجليل مساء الفل. مساء العسل. انا شايف الكهارب امبارح كانت متعلقه امبارح بس انا كنت واثق. لا انا عايز اسالك سؤال انت بس ولا نرحب بالراجل الطيب ده وبعدين ليه مش براحتك استاذ بليل ابو عايد. انا معاكم انا اسمعكم. مساء الفل. ما تيجي نكسب افريقيا ان شاء الله. طبعا كل التمنيات للنادي الاهلي ممثل مصر ان هو نجاحه في اضافه لقب جديد ليه ان شاء الله في البطوله الافريقيه. نفس الامر بالنسبه ان شاء الله لنادي بيراميدز في الكونفدراليه ان شاء الله. كابتن عبد الجليل دبلوماسي شوف. لا لا هيعمل ايه يا عيني بقى ما برضه ما طوفان. لا بالظبط في طوفان احمر ولو جالك الطوفان ايه حط ايه ولدك تحت رجلك واجري. بس والنبي انت بس ما تقولش الكلام ده. انت يا كابتن عبد الجليل ليه؟ ايه؟ ليه؟ انت راجل دايما بتتعامل بالمنطقيه وبتحليله وبرؤيه هو يعني جيده يعني هو انا بس تعالى نكسب افريقيا. انا معاك في كلام تاني. انا معاك ايه الكلام التاني؟ انا معاك تمام بس انت دايما بتتعامل بعقلانيه ومنطقيه وبتدي الامور لحجمها. لا تبالغ. هو نام بعد الفطار. لا كويس. تبالغ. هو نام بعد الفطار. لا تبالغ ساعة في ال ما تنيموش. هو نام بعد الفطار ساعه وفايق. لا, 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 لا 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 يعني انا شايف ان اكتر من المكسب امبارح هي احلى كلمه قالها تعالى نكسب افريقيا. ايه العوامل بقى اللي تكسب بيها افريقيا؟ قال لك اول حاجه نحط اللعيبه قدام مسؤوليه. طبعا دي نمره واحد. يعني انت فرحت بس ده مش نهايه المطاف. ده اول المطاف. ما الـ 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 خد بالك ده انت لسه اول خطوه. الخوف دي تبقى اول. خد بالك ده اول الفرحة. خطوه ده لازم كل بص واذا حصل غير كده اللعيبه تتحاسب. انت عارف الفرحه زياده ليه؟ عنق زجاجه بجد. هو كان محنه قوي. كن او بقى ارجع تاني فتره طويله ولعبكه انما دي زقتك حلوه قوي. وماذا بعد؟ ازاي نكسب افريقيا؟ ازاي نلعب في الدوري؟ ازاي نثبت التشكيل؟ ازاي اللعيبه اللي مش فايقه تفوق؟ التشكيل انا اقول لك عليه ما تقلقش. انت انا اسالك سؤال برضو يعني بص احنا اختلفنا على اللعيبه كلها وقلنا وفي لعيبه لعبت وما لعيبه بس الوحيد اللي انا كنت متاكد ان هو ممكن ما يبتديش السوليه. ما اعرفش انت جبتها منين وكنت مصمم عليه. انا اتفرجت على الماتش ولما شفت التشكيل قلت الراجل ده بيحب لعيبه الكوره. نمره واحد رامي ربيعه ولا ياسر ابراهيم؟ مين الاقرب عامه؟ قعدنا نقول وقلت لك رامي لو اترمى في النار ممكن عشان رامي لعيب كوره. اللي خلى محمود متولي يركب عليهم هما الاثنين لانه كرويا اعلى. دي نمره واحد ورا. اني قعد ديانج وحمدي الاثنين دول ما بيقعدوش. ما ينفعش يقعدوا. وجريء اني لاعب السوليه مع مروان لان الاثنين لعيبه كوره. اللي تفوق بيحب لعيبه الكوره قوي. وبعدين انت بتلعب قدام بقى اربعه بيرسي تاو لعيب كوره عبد القادر لعيب كوره قفشه لعيب كوره كهربا لعيب كوره. ادي بيلعب معاك في الملعب سته سبعه لعيبه كوره. عبد المنعم لعيب كوره. وعبد المنعم لعيب كوره بس انا اديتك المثل اللي هو بيفضل محمود متولي له في الترقيص وله في بالظبط. بس هو انا بشوف في بعض اللعيبه يعني في اماكن لا هو عايز ناس كده. بس انت كنت واثق ان السوليه لا 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 معلش دي معلومه ولا فنيا وابتكارات ايه؟ لا انا جايبها فنيا من قرايه للراجل بجد؟ يعني مش معاك معلومه من حد لان انت طبعا هو بيبينش كمان في التدريبات وهو ما بيبينش مين ممكن يبتدي. يعني ماتش المحله ده ممكن يبتدي باي حد تاني. اما انا بقول هو ما بيبينش في التدريبات دي حقيقه. بس هو كان مهتم بالسولاي اخر تدريبات الحقيقه وتنميته بدنيا جدا بعد الاجازه اللي جم منها. وهو بطبيعته بيحب السولاي وبيحب لعيب الكوره زي ما انت بتقول. فانا توقعت جدا هيلعب بالسولاي بالظبط. انا بحييه على الحته دي مش وحشه. بس في ماتشات مش هيقدر يلعب كده. يعني ما يقابل الرجاء او الترجي او الوداد ما ينفعش. ما ينفعش يبقى ستة لعيبة لان انت لازم تخش تكسب اتنين تلاتة. بالظبط ما فيهاش هزار. بليغ ابو عايد انت يعني كنت متوقع الاهلي يعمل ماتش كويس ويكسب تلاتة ولا كنت شايفه ماتش صعب؟ لا هو الاهلي كل القصه ما كانتش في ماتش الهلال. هو في الوضع اللي وضع فيه النادي الاهلي الطبيعي ان هو يبقى في الدور الاربعه وفي النهايه ده الامر الطبيعي للنادي الاهلي واستحقاه عن جدار يعني كبطل افريقيا وتاريخه بياكد كده. هو اللي حصل ان هو حصل خلل وتراجع وفي الاداء بتاع النادي الاهلي في المجموعه دي. ومحدش كان متوقع ان الاهلي من البدايه هو يتصدر والاهلي وصن داونز. ان البطولات الاخيره في افريقيا الاهلي بيصعد دور الثمانيه دايما بصعوبه. في بيبقى فيه الاهلي يجيد يعني اكتر. فسر مش فاكر مين امبارح كان الكابتن عادل عبد الرحمن ولا مين كان معايا قال لك ان دايما بتيجي بعد كاس العالم دوري المجموعات اخر سنين فالاهلي دايما بيبقى عنده ازمه
يعني بدنيا وارهاق جاي من الشبع عالي قوي بينزل الكرة. يعني حتى مع موسيماني السنه اللي فاتت لا الاهلي برضه كانش مستواه في كاس العالم. لا السنه اللي فاتت مع موسيماني برضه كان صعد برضه لو تفتكر كان في دور الثمانيه برضه في اخر اخر جوله. لا اجواء وكان الهلال برضه اجواء ان انت بتوصل كاس عالم وبتلعب حتى لو الفرقه ضعيفه. لا يعني برضو السنه اللي فاتت كان يعني انت راجع من المره اللي فاتت بانجاز المره دي مثلا ما يعني بميداليه المره دي ما كانش فيه انجاز معاك. المره اللي فاتت كان فيه ارهاق وفي ضغط مباريات اكتر. كاس العالم نفسه انجاز. انا بديك بس مثل احنا بنتكلم. انا عارف الاهلي انجاز والاهلي حاجه جميله وان الاهلي ميزه ان احنا عايزين ميداليه صح يا جماعه. انت عندك حق. انا بتكلم بس على احنا حاسين ان احنا بجد. اصل ايه رابع دي انجاز انك توصل كاس عالم يعني طبعا يا استاذ محمد. احنا بس احنا دلوقتي احنا بنوصل كاس عالم. احنا يا استاذ محمد على انه ده انجاز. انت بتلعب بقى عايز لكن هنقف عند النقطه دي. نقف عند النقطه دي بس نقف مع بعض النقطه دي. فانا بس اللي انا عاوز اقول حاجه. هل التاهل لدور الثمانيه دلوقتي حتى اخر سنين الاهلي برضه وزي ما انت حضرتك بتقول الاهلي بيجيد اكتر في ماتشات الذهاب والعوده وعوده الجمهور بالنسبه للنادي الاهلي دي عوده الروح والحياه اللي شفناها في الماتش ده. والجمهور ما اسعدش بس بالامانه حتى الجمهور الزملكاوي بص على قال لك يا ريت كل الماتشات تبقى كده. برضك الثقافة والتشجيع برضك الرائع والمسألة أيا كان في جمهور لازم يحصل فيه تجاوزات أيا كان ده أمر يعني جزء متقبل لكن كان على أقل يعني كان أقل حاجة موجودة في ماتش زي كده نسبة لا تذكر. فده أمر جيد جدا. فأنت النهاردة مفيش تجاوزات حتى تجاوزات. أنا بقول لك يا أستاذ محمد أكيد أكيد في حاجة حصلت أكيد يعني أيا كان شيء طبيعي. طب كانت الجمهور كان مثالي 100%. لا أنا ما أقدرش أقول لك حاجة مثالية 100%. لا ما أنا بقولش مثالي أو مش مثالي. يعني برضه عايزين نقول ايه لما يجي نتكلم عن الجمهور. انت شفت احداث في المباراه انا بصراحه اي حاجه من الجمهور. طب انا ما اخترتش. ما انا برضه مفيش حاجه انت هتقول مثاليه. يعني ما انا بقول ال 50,000 حتى لو حصل من حد كانوا 70 كمان. حتى لو 70,000 وحصل من تجاوز حاجه فرضيه ما فيش. انت شفت لكن حاجة؟ انا بتكلم على المجمل العام. انا بتكلم على المجمل العام. هل انت شفت حاجه؟ انا بتكلم على حاجه ما شفتهاش. انا بس حضرتك ما انا بتكلم على حاجه لو ما شفتهاش. فاكس بقى لو انا مش عاوز اتكلم. انا ما اتكلمش الا لو شفت. طيب. لا لكن مش لو ما شفتش الفيديوهات اللي نزلت دي بليغ يا فندم. كل الهجص اسمعني بس مفبركة. دي مفبركه يا استاذ الفاضل. انا معايا ناس سودانيين كتير كنت بتعامل معاهم يا وكده وبتاع. قلت لهم ركزوا يا كابتن. ده ما شافش ولا واحد من لعيبه الاهلي. يا كابتن محمد انا عندي الجراءه لو في حاجه حصلت هقولها. انت عارف انا هو بليغ بيقول حتى لو حصل لكن حتى لو في حصل حاجه نجاح كبير. الشكل كان الشكل رائع من فتره طويله. احنا متخوفين من العدد الكبير ده في الجمهور. النادي الاهلي انا بشيد بيه من ناحيه حتى الناحيه الاجرائيه قبل المباراه والتوجيه وهتخش منين. ده طلع المباراه بشكل رائع. المواجهه فنيه يعني كانت اقل يمكن من اللي كان متوقع ليها او حاله. طب انا بس في حاجه بس هقطع كده عشان خاطر انا الحقيقه كنت قلت قبل الفاصل عن موضوع الكابتن شريف اكرامي وكنت وصفت الدكتور مصطفى المنيري. قلت يعني مستحيل تبقى دي خطا لان الخبر نزل الخبر نزل انه كان بمعرفه الطبيب واخد ده بمعرفه. حتى انا قلت الدكتور مصطفى منير دكتور عظيم جدا طبعا. ازاي يقف خطا ماشي. زي ده ماشي. انا كنتش اعرف انه مش فهو انا مدين ليه باعتذار عشان كده كان لازم نجيبه على التليفون. انا دكتور هشام اللي موجود الدكتور هشام مصطفى حاليا بدون مبالغه احد اعظم المدربين في تاريخ كره القدم كلها المتواجده طبعا. الدكتور مصطفى منير انا عرفت تاريخ انا وصفت كده حتى قلت الاطباء والافضل استغربت قلت مستحيل كنت دكتور مصطفى منير طبعا ليه كل التقدير معانا واحنا طبعا عشره كبيره وعارفين قيمته الطبيه كدكتور عظيم. يعني دكتور مصطفى مساء الفل. دكتور مصطفى الصوت واصل يا جماعه؟ طيب اوكي. عموما يعني احنا بنعتذر له طبعا. هو اللي كان هو طبيب الفريق دلوقتي في بيراميدز. انا اللي كانت معلومتي غلط. الدكتور هشام مصطفى حاليا هو طبيب كان شغال في المقاصه ومع كامل احترامي حتى للطبيب ده مفيش دكتور هيدل يقول له خد دواء الا لو هو كان ارسل للاتحاد الدولي زي اللي حصل زمان كان كلاعب اشهر واحده بركات وانه بياخد دواء كذا كذا كذا. بس لعيب كبير ما انا بقول لك هو لا ما يا بص يا استاذ محمد قد يكون نتيجه خطا او حاجه زي كده. لكن انت دلوقتي ما الكلام بيتقال ما فيش حاجه اسمها دلوقتي بتقول ايه انا هبعت لهم واقول لهم كنت والله باخد دواء. ده يعني حاجه متاخره دي قد ده. تساعدك في تقليل العقوبه في حاجه هو لكن هو انا بقول لا هو انا بقول انا كنت باخد دواء ما ينفعش لازم دواء. تبعت الاول قبليها بتبعت بتخاطب انا اقصد اذا اخذ الدواء ده بمعرفه الطبيب اللعيب بيبرأ حتى لو خد عقوبه تبقى مخفضه لانه هو بيقول انا خد دواء الفلاني فهشوف الماده المنشطه فعلا موجوده في هذا الدواء ولا لا وان الدكتور هو اللي ادوله ولا لا. انما شريف اقصد كلاعب وك ك ك ك كلاعب يعني احنا عارفين شخصيته كويس ما يقعش بغلطه زي دي.
صعب بصراحه مش بعد العمر. لا وشريف كمان، شريف كمان لعيب عنده شخصيه، احترام حضرتك برضه احنا ما مثقف جدا، احنا ما تناقشناش في شخصيته، لكن في واقعه موجوده، في واقعه موجوده، ما طبعا في واقعه موجوده وما حدش نفى يعني اللي زي كده، هو حدش نفى. هل هو برضك ما يملك من الثقافه ان هو يساله على دواء بياخده او ما بياخدوش؟ دكتور الفريق، فهي انت زي كده حتى لو كان دكتور الفريق فيتحمل جزء اللعيب الصغير. لا المنشطات دي متشعبه، انت ممكن تاخد قرص سبينيو عادي يبقى في حاجه معينه كل لو في، بس بس هي بس الجدول بينزل هنا ان الطبيب كان على علم في نشره دوريه بتتبعت من الوكاله الدوليه للمنشطات الدوليه والمصريه سواء النادو او الوادي، انت عارف ان هم هيدخلوا دي كل حاجه فيها حاجه عظيمه جدا في من السنه الجايه. ايه بقى الترامادول ده لازم يخش خلاص قرروا ده لازم قرروا عارف كده ده بسم الله وبناء على الله. طلب الوكاله عندنا في مصر تخش اوضه اللبس تلاقي ايه ديلر جوه شغال مش امال ايه فعلا؟ لا 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 على طول معظمهم يا كابتن الا ما رحم ربي او بالاكثريه في الممتاز به. بيعمل ايه الترامادول في الممتاز به اكتر؟ اكتر يعني بيخليك تجري مش حاسس، بتقعد تجري زي الحسينه زمان، مش الحسينه زمان كان بيدوهم ماكس عشان يجروا في الخيل ومش حاسين. انت بص على اللعيب والنرفزه اللي بتاعته اللي بتيجي دي، انسان طبيعي بالتبريئه دي بالتنشنه قوي دي. هو من السنه من يناير الترامادول كان هم بيعتبروا مش موجود في المواد المنشطه، لكن من فتره طويله من فتره طويله كان تم ان هو فعلا النادو المصري كان طلب بادراجه. وبالامانه لا احد ينكر زي ما بقول لك كابتن عبد الجليل انه الاغلبيه اللعيبه المصريه بياخدوا ترامادول يعني امر خلاص هو هيخش جدول من يناير ومن بدري يبقى الدوري المصري السنه الجايه عشان عارفين ايوه يعني يعني مفيش كره السنه الجايه كده في الدوري المصري حلو نفسيهم. كابتن عبد الجليل ليك راي فني على اللي قلناه في ماتش الاهلي والهلال؟ لا طب دكتور مصطفى رجع لنا تاني معلش اتفضل عشان بنعتز بيه طبعا. دكتور مصطفى مساء الفل. مساء النور دكتور مصطفى. احنا طبعا بعتذر لك بديلك باعتذار، انا مش متوقع ان في نادي ممكن يفرط فيك يعني يعني انت دكتور انت دكتور عظيم ودكتور كبير، وحتى انا قلت مستحيل يكون الدكتور مصطفى يعني هو طبيب الفريق ويحصل كده، بس الحمد لله اطمنت لما عرفت ان حضرتك مشيت وان مش انت المسؤول، وانا كنت متاكد يعني. فاحنا بنعتذر لك طبعا على الهوا ونستفيد طبعا من خبراتك. هل ممكن يعني دواء اللعيب ياخده معرفه الدكتور وبعدين نكتشف ان في ماده فعاله؟ بيحصل طبعا يعني، ومش في مصر بس يعني، بتحصل في كل العالم. بس هو اللي انا عاوز اقوله لك دايما المشكله بتحصل ان دي عاده بتبقى مش مكتوب على الدواء الماده اللي يعني محرم استخدامها. يعني ممكن تبقى في مكونات الدواء بس مش موجوده على مش مكتوبه. وده دايما اللي بيحصل كده يعني. وفي ادويه بتبقى كده؟ لا مش أدوية عادة يعني، عادة في أدوية ما بيكتبش كل المكونات اللي فيها. أوكي. بيكتب الحاجة الأساسية ما بيكتبش الحاجات الفرعية. وللأسف لما بيتعمل التحليل ده بيبقى دقيق جدا 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 لدرجة إن هو بيقدر يتعرف على المواد يعني بنسبة قليلة قوي. النقطة الثانية في ساعات بيحصل نوع من التلوث للدواء نتيجة إن هم بيستخدموا في تحضير الدواء انواع معينه من الخلاطات. الخلاطات دي بيكون مثلا مش دواء واحد بس اللي بيستخدم في المصانع في الخلاط دوت، بيستخدم كذا دواء. ممكن مثلا ماده من دواء تاني لقطت او حاجه. دي من الحاجات اللي معروفه جدا يعني في مجال المنشطات اللي هو تلوث الدواء بمنشط غير الدواء. طب هل حضرتك تابعت الموقف ده ولا قريته زينا كده عادي؟ لا يعني للاسف انا ما تابعتوش قوي، بس كل اللي اكده لك ان انا من تعاملي طبعا مع شريف هو من يعني يميز شريف. تعرف في كره القدم برضك اللعيبه اللي هم بيكونوا اذكياء ومتعلمين وعلى ثقافه عاليه. شريف من اللعيبه يعني دي بصراحه. شريف من النوعيه دي. فصعب يعني ان هو يغلط. لا 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 ما اعتقدش. هو دي بتحصل يعني نتيجه زي ما بقول لك ان خطا غير مقصود. خطا غير مقصود ده اكيد يعني. هل حضرتك عارف ممكن تبقى عقوبته ايه، ولا ممكن تتفاهم لجنه الاستماع الموقف ده وتبرئه مثلا ولا مثلاً؟ ممكن قوي، وخصوصا لو في يعني لو في حسن النيه دي بيحصل قرارات. النقطه الثانيه لو هو ذكر ان هو في ورق احنا بنكتبه قبل التحليل، لو هو ذكر انه خد
العقار دوت، دي برضه متأكد حسن النية. النقطة الثالثة ان المدى، تركيز المادة في التحليل برضك بتفرق قوي. النقطة الرابعة في انواع من المنشطات ما بيبقاش فيها سماح قوي، في بعض الأدوية زي بتاعة التخسيس والأدوية ديت والأدوية اللي هي بتاعة البرد بيبقى فيها جزء منها يعني العقوبة بتبقى مخففة، لكن طبعا المنشطات اللي هي الهرمونية دي هي المشكلة اللي فيها يعني. تمام دكتور مصطفى، احنا طبعا بنعتذر لك تاني، وانت دكتور عظيم وطبيب عظيم الله يعني وتاريخك يعني بس عاوز اقول لك على حاجة يعني يعني دي ممكن تحصل يعني يعني لأي طبيب يعني؟ لأي طبيب في العالم يعني مش يعني تمام. لو يعني ملهاش ما هو بالتفاصيل اللي حضرتك قلتها دي ممكن ما تبقاش موجودة في مكونات الدواء او لقط من دواء تاني. وبالتالي احنا دايما يعني حتى لما بنحضر مؤتمرات مثلا في الخارج طب نقول طب حل المشكلة دي، يقول لك يعني ملهاش حل حقيقي. انك انت بتاخد دواء، الدواء ده فيه مادة فعالة محظورة ولم يكتب عليها، بتبقى مشكلة فعلا يعني. طب دكتور مصطفى اخيرا يعني بنسمع دايما ان في لعيبة كتير بتاخد ترامادول. دي نقطة على فكرة كويس قوي قوي قوي، انك انت من السنة الجاية يمكن لعيبة برضك دي كويس من يناير 24 خلاص تمام هيتمنع الترامادول. النقطة الخطيرة ان احنا كدكاترة او حتى الناس اللي هم في الوادة المنظمة ما بنقدرش نعرف الترامادول اللي خدوا اللاعب يوقفوا مدة قد ايه عشان ما يظهرش في بداية 24. يعني ممكن الترامادول واخده قبلها بشهرين قبلها بثلاثة، وبيحتاج وقت قد ايه عشان يروح لا يعني لغاية دلوقتي احنا سألت في الموضوع ده كتير ما حدش عارف. الترامادول نفسه كعقار يعني كعقار ممكن يبان في 6 شهور في 3 شهور في شهرين في شهر ما فيش مدة معينة طب لازم الناس كلها تبطل من دلوقتي بقى. بس انصح اللعيبة كويس انك انت ذكرت الموضوع ده، وانصح اللعيبة في مصر ان هو لو حد بياخد ترامادول يوقف لان ما حدش عارف تأثيره هيبقى. وده بيعمل لهم ايه يا دكتور مصطفى يعني؟ والله بص الترامادول فيه كلام كتير قوي، فيه لعيبة تاخده يبقى عندها سرعة رد الفعل مفيش بطيء، يجي هو والجون يطلع الكرة بره طب دايما الجون. وفي ناس بتقول انه بيقلل الاجهاد اوكي، لكن طبيا يقدر يتحمل كتير. طبيا يعني ليه تفسير؟ طيب لا ملهاش تفسير غير انه مسكن يعني مش اكتر من كده بالنسبة للطب. احنا بنديه عشان الالم تمام. لكن بالتاكيد هو يعني بيستخدمه اكتر ناس بتستخدمه مش القدم ركوب الدراجات عشان خاطر التحمل تمام. لكن لعيب كوره انا ما اعرفش لغايه دلوقتي هو بياخده ليه، لانه لو خده هو رد فعله كره القدم اهم حاجه. بس واضح ان في بقول لك الفراود عندنا معظمة بيضيع له جوانا. والله يعني انا بجد والله محمد انا ما اعرفش. وبعدين ايه تلاقي لعيبه مثلا معروف جدا لما بتاخد الترامادول تاخد شاي. طب منين بينيمك؟ والله دكتور كانت على كابتن محمد عبد الجليل معاك يا دكتور. كانت على سنه تلاقي الواد خارج من اوضه اللبس ماسك برميل الشاي وماشي بيه عمال يلف في الملعب. طيب هو حاسس انه نعسان وهينام، طب بياخد ايه؟ بيسيح. لا يعني لا يعني لا حاجات كده غريبه يعني وبعدين يعني برضك النقطه الثانيه ان الوادة اللي هي المنظمه الدوليه قعدت كذا سنه مش فاهمه ليه تمنعه، يعني هم منعوه تحت ضغط بعض الدول، لكن هو اصلا ما يعتبرش منشط يعني. تمام. غير ان هو يخليه يتحمل شويه الايه الالم، يعني عنده الاصابه مثلا يتحمل الالم يعني، لكن هو مش هيخليه يجري اكتر ولا يبذل مجهود اكتر. تمام. يعني ما في حاجات كده بتبقى تعود يعني او بتنتشر زي السنوز اللي هو النيكوتين اللي بيتحط تحت ال ده بقى مشهور جدا دلوقتي. ده من الحاجات يعني لو تسال اي حد خده اول ما ياخده يحصل له هبوط. طب ياخده ليه؟ برضك ما هو بيدي نوع من الاريحيه. اوكي يعني فاهم ازاي، لكن مع الوقت طبعا خطر طبعا يعني. تمام. يعني ممكن يبقى ماشي الخطوره يعني. هي المجتمع الرياضه مش في مصر بس، عالميا هي نوع من دايما لما بنشوف لعيب مشهور او لعيب بيعمل حاجه بيفتكروا ان ده هو سبب تألقه، بالتالي بتبقى عدوى بقى.
تمام دكتور مصطفى، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي قريبا على خير باذن الله، وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. شكرا جزيلا. كان مع دكتور مصطفى منيري. يعني بص شفت احنا عندنا المهاجمين واضح كان في قال لك الترمادول بيخليك تباع جوان. لا هو ده انا بسمعها من الدكاتره على طول، بس الجيل المنتخب كان احد ابرز لعيبه المنتخب اللي هو في جيل الكابتن حسن شحاته اللي حقق بطولات. بيقول لك كان بيقول لك ثلاث ارباع اللعيبه في المنتخب بتاخد وهي عندها قناعه ان هو بيخليك تجري وتتحمل. ترمادول لا ولا كان يعرف ايام 2006 و8. لا بس اسمع بس اسمع، انا عمري ما لعيب كان منتصر يا فندم اسمعني، انا بقول لك لعيب من المنتخب. لا انت كابتن، ما انت لعيب. لا لا ما كانش على ايامك، انا بقول لك لعيب كان بيلعب في المنتخب. لا ما ولعيب دول بيقول لك كان موجودة من 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 ده موجود كده في اللعيبه بتاخده، لكن اللعيبه كان بيقول لك بتاخده وعلني كده اللعيبه بتاخده مفيش مشكله. عارف ما كان اللعيبه دي هو فعلا زمان كان مسكن. لا انت كنت بتاخدوه زي دلوقتي كده؟ لا ما كانش فيه على ايامنا كده. وانت كنت بتلعب في 2010 كابتن؟ لا ما كانش على ايامنا في التسعينات. لا انت بتقول زمان الاجيال القديمه. لا انا بحكي على الجيل اللي هو مع الكابتن حسن شحاته. انا فاكر لما كان الكابتن حسن نفسه بيلعب. لا 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 اوكي، بقول لك ولعيب كان بيلعب في المنتخب. لا وارد طبعا. بقول لك احنا عادي اللعيبه ما منتشره دلوقتي، فواضح ان هي بقى لها 10 15 سنه يعني واضح. بس الدكتور مصطفى شو قال لك؟ قال لك باللعيب ده اجوال من الترمادول. مش عرفت بقى سر الفرص الضايعه يعني ده تربحهم كده كويس. احنا عايزين نعمل ميزانيه بتاعت الانديه، اكتر ميزانيه للشاي نعرف ان النادي ده هو اللي عنده المشكله. طيب فنيا كابتن عبد الجليل اخير عشان خاطر نروح بقى الماتش الزمالك والمصري. يعني هو طبعا الاهلي كسب وعرف يكسب بخبرته بجمهوره دي نمره واحد، بفوقان بعض اللعيبه، ولكن برضو مش مستوى الاهلي. لان لو قسنا الناحيه الثانيه على الهلال انا بشكرهم ان هم وصلوا للمرحله دي، لان من سنتين ثلاثه كابتن بس الراجل لعب غلط برضو. لا ده موضوع تاني والله لو لعب صح. لا بس هو هدي فرقته برضو كابتن مع الجمهور ده، الراجل جايبين وشهم. اذا كان كولر نفسه فوجئ بالجمهور. لا الراجل لعب ضغط عالي بطول الملعب بالظبط، وحد بيعمل كده بالظبط. هو اللعيبه مش شايفه يا لعيبه. هو كان بعد ضربه الجزاء اللي ضاعت هو عارف ان خسران خلاص، بدليل الحاجات اللي قعدوا يتكلموها قبل الماتش، وهم كانوا عارفين ان خلاص الموضوع خلاص. ماتش امبارح لا الاهلي ممكن يديهم 7-8 لو في بعض الناس في حالتهم. انا في زي قفشه مثلا، زي قفشه، زي عبد القادر تحديدا، الفينش بتاع هاني. علي معلول لازم يعدي بقى نص الملعب. حد مفهمه ان النص ده غريق؟ لا انت كنت عارف بتسبح رايح جاي. انا معاه طبعا ان السن والحكم ما يقدرش يروح جاي زي زمان. بس كابتن انا مش هستنى افضل ادافع بس، انا عايز واحد يطير قدام في الفرق التقيلة. لا الاهلي مش لازم ناس كتيرة تفوق، ولازم ناس كتيرة تعرف، ولازم الكابتن صفقات وتيجي لعيبة. هل انت شايف الافضل مثلا سؤال الاستاذ بليغ، الافضل للاهلي الترجي ولا الرجاء ولا الوداد ولا ايهم مش فارقة؟ هو استاذ محمد زي انت قلت لك يعني الاهلي زي ما قلت لك نجح في تصحيح المسار، وليس يعني حقق انجاز وصحح المسار، لكن يبقى النادي الاهلي برضو عنده اخطاء. النادي الاهلي اكتر فريق في الفرق الثمانيه دخل فيه اهداف، وتاني اكتر فريق حرز الاهداف واهداف طبعا يعني الاهلي جاء 17 14 وجاء 17 17 و14. فالنادي الاهلي فيه اخطاء لا يصححها الاهلي. طبعا الخمسه بتوع صن داونز فرق طبعا فرق، بس النادي الاهلي يعني النادي الاهلي إيه الدفع المعنوية أكتر منها يعني فنية. هي الدفع المعنوية والحالة الكبيرة وعودة الجمهور، وكمان قدرة لعبت في الملعب إنها مش متعودة على الجمهور، خلاص تعودت على الجمهور وبقى حافز ليها، هيبقى حاجة كبيرة لها الفترة الجاية. التلات فرق اللي أنا شايف إن هو سواء لو تذكرت بهم يعني في رأيك، يعني مين أنت بتحبش الأهلي قبله ومين تحب يعني يعني الفرق المغربية مثلا يعني الوداد هيبقى أنا من وجهة نظري برضو يعني ممكن قد يكون من وجهة نظري هو الأصعب. بعد كده الترجي برضو من فترة طويلة بعيدة عن البطولات في فريق كويس، ده يعني الترتيب اللي هو بتاع بالنسبة لهم يعني. وبعد كده يأتي ايه الرجاء الوداد الترجي الرجاء، ده من وجهة نظري يعني. انت الاهلي افضل يقابل الوداد اول في الاول؟ لا 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 حسب الترتيب الاصعب للاهلي. يعني انت الاسهل الرجاء الرجاء ثم الترجي ثم الوداد. ده من وجهة نظري. انت موافق ترجي؟ لا ترجي وداد رجاء في الاخر. الرجاء اقواهم؟ الرجاء اقواهم شعبيه وفنيه. بس الوداد تصنيفه اعلى وحامل اللقب في المغرب. بص يا كابتن، اي بس حامل اللقب يا كابتن، في فرق كده كابتن يعني. شوف الترجي بيقول احنا انا اتمنى ان اقابل الترجي، بس الترجي انا ما اضمنوش. الترجي ده زي الاهلي زي الزمالك يعني، ما فيش مره بيقعد. بس انا بكلمك فنيا الفتره دي فنيا اعلاهم الرجاء.
سيبك من وداد بطل افريقيا وبتاع، الرجاء حاليا رجاء اعلاهم، رجاء اعلاهم بجماهيره بلاعيبته بفكره. جريدو ماسك الوداد، لا الوداد مش الفرقه الواو. الترجي بشوف احنا بنقول اضعافهم، انا نفسي نقابل الترجي على الاقل بس في الوقت ده، بس في يوم وليله تلاقي الترجي ده زي النادي الاهلي. النادي الاهلي انت عمرك تقلق ما تقلقش منه. الترجي في تونس كده مهما يقع اسمه الترجي. طب بليغ الكابتن نبيل معلول قال انا قابل الاهلي وما قابلش سيمبا عشان المسافه. هو بس هو عارف تصريح. ان هو يعني ايه ده تصريح يعني تمهيد، تصريح ذكي شويه للاعيبته، هو يعني يعني مش قصده فني مش تصريح لا لا هو تصريح ذكي شويه وفني. يعني خلاص الاهلي بالنسبه لنا اسهل يعني من ده، هو تصريح ذكي منه شويه يعني بيدي دافع نفس لاعيبته عشان يعني لو القرعه جابته مع الاهلي. الاهلي بقوته وتاريخه ده اقول لك، واحنا بس عشان فرق المسافه انت راجل هتسافر ايه ده الطياره فرقها كام ساعه يعني. هو بس حاجه ايه نفسيه للعيبه. الصحف ردت عليه، هو يعلم جيدا قوه الاهلي بس هو بيقول لك ايه، ما الصحف ردت عليه قالوا له يعني نسافر 100 بلد بس ما تقلقش. لا هو عارف هو بس هي حاجه نفسيه يعني. التصريح انا بعتبره تصريح ذكي منه. يعني تصريح ذكي، هو وارد انه يقابل الاهلي. اما هو تصريح عشان كده اصل لو قابل حد من افريقيا خلاص من الدنيا. لكن لو لاعب الاهلي فيقول لك ده انا كنت ايه، ده انا اللي مستنيه تعالى. ده انا اللي كنت انا شايفه تصريح منه ذكي بصراحه. اوكي كابتن عبد الجليل، بكره الزمالك والمصري ماتش صعب على الزمالك. الزمالك كسب على فكره المريخ اخر مباراه، يمكن اجواء الاهلي وماتش الاهلي وخروج الزمالك غطت عليه بس الزمالك كسب في اللحظات الاخيره، بس واضح انه الزمالك كان عنده اصرار انه يكسب حتى والمريخ متقدم 3-2. قدر نصر منسي اتفرجت على الماتش لا مش وحشين الاولاد الشباب لما ابتدوا. ونصر منسي واضح انه متكيف بسرعه والله. لا يعني هو هيجي منه، وده هو يعتبر انا عندي انا احب الفيرود اللي بيخطف ده جدع اللي هو بيخلص بيخطف. انا بس هتكلم على نقطه انت اتكلمت عليها امبارح بتاعت احمد بتاعت كهربا. لا جون عالمي يا كابتن. كابتن كهربا لعيب كوره ولعيب كوره كبير. لا وجون في لياقه عاليه جدا كابتن، يعني النطه بتاعت توقيفة الكوره دي. مش هتكلم على الجون ولا هتكلم على، انا هتكلم على حاجه. كهربا بقاله 10 ماتشات 12 كل ماتش جون احلى من الثاني، وكل ازمه بيعدي منها اللعيب اللي مش ملتزم لما بيقول يا رب بيجي لك الوسع من كل حاجه. الطبيعي ان كهربا في الماتشات العاديه لو جه عمل دي كده ساعات بتقلش منه. يعني اسال احمد عيد هيقول لك بجي اعملها كده. ولا احلى ما فيش بتنزل كان مضيع فرصتين كان ممكن الطبيعي. هو الكابتن بيتكلم ان اصعب منهم بقول لك دي اصعب منهم وعاليه عشان ياخدها برجليه كده ان هو يتحرك ومن فوق الباك وبعدين تطب الطبه دي كمان والباك كمان اللي جاي متاخر الباك اللي هو اللي وراك بالظبط عارف لو الواد الدنيا استناها الواد لو داس رجله. اللي وراه كمان لو داس شويه ما كانش دي حاجات اداله الراحه دي حاجات تبين حطها كمان بطن رجله دي مش سهله يعني. والاجوان اللي قبل كده كهربا بينام ويطلع بس انا بقول لك هو التزم الفتره اللي فاتت. ايوه لعيب الكوره لما يلتزم تظهر مهاراته بصراحه ربنا بيديله. لا افهم الكلام افهم اللي بين السطور بس في الماتش ده افهم اللي بين السطور عشان دي اللعيب اللي يلتزم بجد ربنا بيديله بالذات لما يكون عنده ويقرب من ربنا ويبقى يعني سيدي ما تقرب بس ما تعملش حاجه غلط بس التزم اتمرن كويس واللياقه يا كابتن كهربا لياقته كمان بقت مساعداه دلوقتي كل حاجه انت ما بتبقى ملتزم والكره ماشيه معاك يا كابتن. ده في جوان بتيجي تتعمل بالعرض كده يروح حاطط بطن رجله بتسيب الناس كلها في القطن الكاميرون تسيب الناس كلها. انا شايف انه كهربا ما جابش جون في الماتش كمان ده جاب جون في الزمالك وامبارح الرقصه بتاعته بتاعت امام عاشور والتواصل مع امام عاشور وهو اقرب واحد بيتواصل مع امام عاشور واكتر واحد بيضغط على امام عاشور قال لك انا ادفع يتواصل معاه وعلاقتهم القويه وان هو بيدير رساله يعني امبارح يعني سيبك من كل المفاوضات والناس اللي بيتقال بس في مفاوضات وامام عاشور يقترب من لكن يقترب يبقى انت بتقول رقصه ان كانت انت بتقولها كمعلومه ولا طبعا معلومه بس بقول لك حاجه ان كانت رقصه كهربا بتقرب عاشور لكن نصيحه تريزيجيه بتبعده لان هو اتكلم مع تريزيجيه فقال له يعني ما تستعجلش على نفسك انت لسه ليك قدامك فرصه في اوروبا يعني خطوه ما هترجع مصر ده هترجع ولو يعني لو قعدت على الدكه سنه ولا اتنين بره هترجع تلعب في اهلي او زمالك ده هيرجعوا تاني ما فيش كلام اصبر على نفسك شويه وادي نفسك فرصه ركز انك انت تعلم كده تروح فريق
افضل من كده. لكن انا من وجهه نظري امام عاشور طبعا لو رجع في مصر وما قدرش يكمل هو الاقرب ليه، زي بالفعل برضو مصطفى محمد لو فرصه استمراره في الدوري الفرنسي اصبحت صعبه ومش مش هيتم تفعيل في بند شراء، فممكن يعود الى النادي الاهلي لو النادي الاهلي ما تعاقدش معاه مدرب، اسف، مع لعيب اجنبي مهاجم سوبر. انت ايه رايك يا استاذ محمد في القصه دي؟ انا اهلاوي جدا في قصه امام ومصطفى، انا اهلاوي وهينفعونا جدا، بس انا بقول لك حرام. ليه؟ انا طموحي اهلي وزمالك بس. بص يا كابتن، هو بالعقل طبعا يلعبوا في اوروبا، بالعكس يروح لهم عبد المنعم ويروح طبعا لهم طبعا اكرم توفيق واللعيبه دي كلها. تريزيجيه توقعاتك ماتش الاهلي والمصري، عشان انا هختم بامام عاشور دلوقتي. 1-1 1-1 الزمالك والمصري 1-1 المصري فايق، خد بالك احنا ما اتكلمناش، بس المصري فايق. الماتش صعب، هو الشيخ عبد الجليل حد هيراجع وراه؟ لا لا ده هو عدى خلاص، عدى الشيخ شمال يعني خلاص. لا انا ماليش دعوه، مش هقول. ليه؟ لا احنا مع الحلوه والمره. نطلع نشوف امام عاشور. كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا، كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا. انا بشرف قدامك كده. وصلنا لنهايه حلقه النهارده، هنتابع الفيلر ده عن امام عاشور واحتماليه انتقاله للنادي الاهلي، وبكره في تمام 11 حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.